معايا علي من المملكة العربية السعودية. ألو، اهلا وسهلا يا دكتور، ازي حضرتك؟ والله انا فرحان جدا اللي بتواصل مع حضرتك. الله يفرحك ويزيدك فرحا. ازي صحتك يا دكتور؟ انا بس كنت محتاج اخد رأي سيادتك في حاجة. بس اتفضل اتفضل. انا الحين مغترب في المملكة العربية السعودية واهل بيتي في حاجة ليا اللي انا ارجع خلاص اعود. انا مغترب بقالي 5 سنين، كنت اغتربت لفترة معينة ان انا احاول اعمل مستقبل لنفسي، كارير لنفسي، حياة لنفسي. فالحمد لله انا يعني الحمد لله بفضل الله وصلت للي انا محتاجه وقدرت اجمع مبلغ بسيط واهلي محتاجيني ان انا انزل معاهم محل. انا باخد راي حضرتك، هل انزل استقر وسط اهلي؟ وخاصه حضرتك عارف الظروف الاقتصاديه اللي فيها البلد، ربنا بسبب الاوضاع اللي حوالينا، وربنا يا رب يفك الكرب عن سائر بلادنا المسلمين جميعا. فكنت انا معايا مبلغ كنت ناوي ان شاء الله انزل احطه في البنك وديعه وعايش منه. هل حضرتك تنصحني بايه؟ اعمل ايه يعني؟ اللي انت قلته ده اخر حاجه انت قلتها. انت حضرتك دكتور تمام كده يعني؟ ان شاء الله انا طبعا هيدي الشهد في باذن بدايه الله ان انا انزل. البخاري، في بدايه البخاري يا علي اشكرك على اتصالك وربنا يهون عليك ما بقي ويسعدك فيما هو ات. في اول البخاري اصح كتاب بعد كتاب الله رغم انف الاطفال. اول البخاري حديث ابو هريره، حديث ابي يعني، يقول فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم نهمته من غربته فليعجل بالرجوع إلى أهله. تعال بقى وبيع جرجير، بيع حمص، أنت خارج مسافر عشان تعمل شقة عملتها ارجع. أنت مسافر عشان تعمل تجيب عربية جبتها ارجع. لو فتحت الدنيا العربية عايزة تريلا والتريلا عايزة قطر سكة حديد، مش هتخلص. نعيشه وناخده لحاجاتنا وحاجات من عاش لا تنقضي. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كفاية أستاذ والله يعني احنا قدامنا دقايق عايز أقول فيهم ولا يحض على طعام المسكين، وإن كلام العلماء يحض من القضايا اللي هي زي الراجل ما قال لي يتكلم عن قضية صلة الأرحام، من القضايا التي ينبغي أن ينشغل بها السادات العلماء وأن ينشروها. ليه؟ في هذا الدين لغة خاصة تتطلب مزيدا من الجهد. الموست اوف بيبل مش عايزين مزيد من الجهد، عايزين كل شيء على اي شيء. شوفوا الكلام اللي بقوله ده ينفع 13 دكتوراه. لغه القران الكريم اللي بتدل على ان يبذل المسلم اقصى ما لديه من طاقه، ومنها الحض. الحض على اطعام المساكين لنفسك اولا. وعلى فكرة التعبير القرآني يحض ما يجيش إلا إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يعلم مدى حب الإنسان للمال، لأنه محتاج الحض عشان يطلعه. وأنا قرأت للإمام صاحب بهجة النفوس ابن أبي جمرة عليه رضوان الله، اختار فيه مجموعة من أحاديث البخاري وشرحها وسمى كتابه بهجة النفوس. عنوان جميل، ها، من كده بهجة النفوس. أنا يمكن الوحيد في القاهرة أو في مصر بحالها اللي عندي نسخة من هذا الكتاب، لأن كنت زمان بلقط الكتب النادرة واللي موجودة في سور الأزهر زمان، الله يرحم زمان.